مرحبا وشكرا لشرائك الأبل ليزر. دعينا نتعرف عليه معا وسترين كم هو ناجع وسهل الاستخدام. تحتوي العبوة التي اشتريتها على جهاز الأبل ليزر صفحة تعليمات أولية، كتيب إرشادي، كابل USB وديسك أون كي يشمل برنامج مشاهدة للتثبيت. أدخل الديسك أون كي إلى الكمبيوتر المحمول أو الثابت، أدخلي في المجلد إلى ملف Setup، إنه ملف تثبيت المنتج. الآن البرنامج مثبت. عند انتهاء التثبيت تظهر على سطح المكتب أيقونة اسمها أبل ليزر. تظهر في البرنامج ثلاثة أزرار: شريط إرشادي، عكس الاتجاهات، وزر الإطفاء. للتشغيل أوصلي جانب الكابل شبه المنحرف والسميك بالجزء السفلي من الأبل ليزر، وأوصلي جانبه المستطيل بوصلة الـ USB في الكمبيوتر. اضغطي على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ. ألصقي طرف الأبل ليزر المربع ببشرة الوجه حتى مشاهدة شعره. الكاميرا الصغيرة في الأبل ليزر تقوم بتكبير الصورة وعرضها على شاشة الكمبيوتر. من المهم أن تتذكري أنه يمنع توجيه الجهاز نحو العينين. استخدام الأبل ليزر هو من خط الأنف نحو الأسفل فقط. عند ملامسة الجلد باللطف يظهر على الشاشة إطار مضاء يساعدك على توجيه حزمة الليزر بدقة إلى الشعرة. عند تواجد الشعرة في مركز المربع اضغطي على زر التشغيل ضغطة قصيرة فتشاهدين بريقا ضوئيا، إنها حزمة الليزر. من المهم عدم تحريك الجهاز حتى انتهاء البريق. عند انتهاء العملية انتقلي إلى الشعرة التالية. لمعلوماتك إن إبعاد الجهاز عن الجلد لأكثر من 2 دقيقة يوقف عمله. عند انتهاء الاستخدام أطفئ الجهاز بضغطة متواصلة على زر الإطفاء وأطفئ برنامج التشغيل. لمزيد من المعلومات ادخل الموقع applaser.co.il أو اتصلي بنجمة 3613. استمتعي.